الله بالخير والعافية. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير والعافية. عمي أنا من رخصة عمامي. إحنا كم مرة نجيكم وتأجلون القعدة. ابنكم المذنب والكاتل ابننا تقولون ما نقعد إلا يجي المربي. وين المربي عمي؟ عمي يجي اليوم خابرناه هسه بالطريق شوي ويجي. كاش قد ثاني؟ هذا وين اجى؟ 50 مليون. خزانة صدق كذي. عمي ما حكيت وياه ما قلت له ما يصير. صايرة دايرة وياي. كاش شلون انتم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. لا عاد شلون يقولون ماكو عبرية؟ انشغل خير من الله. وين اطبق؟ اطبق هنا غادي. أفدا حمكم لا عادي رحم الله والديكم أخوان رحم الله والدي ما عليه شيء لا كل شيء ما عليه يلا أبو فطم ما يصير تفوت بسيارتك للشادر قوم أخذ السيارة مع العمك طلعها برا راح يبوك ها أكو واحد هنا يبيع بالتفصيخ يشتغل بالحرام بس قل له من طرف أبو فطم وإذا ما فتح منك إن شاء الله نتلاقى ورا الفاتحة ابو فطم هاي مو فاتحه هذا فصل ماكو فرق كنا العراق روح نلتقي هناك امحال الامه خزانه خزانه تعال السريع تعال تعال السريع يا ابني طوب مبارك ويا اهلا وسهلا ونحييك العمامه ونزعلها الله 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 انزم عمك انزم عمك انزم عمك من وقعني ما اشوف ما اشوف أنا وين؟ يدفع هاي حتى شوف يا أبو فطم تعال والله خبلتني استريح أنا زعلان عليكم شلون يصير عندكم خطوبة وما تدزون علي أنا ابن عمكم إحزام ظهركم أبو فطم هذا كرك مو حزام ثاني شي هاي مو خطوبة هذا فصل إيه؟ يعني شنو أنا ما أعرف أحكي؟ لا حشاك تعرف تحكي بس عمامك كبار هم يحكون بمكانك اتفضل أحكيهم تفضل عمي قول عمي ابنكم كتل ابنه حق باطل تردونا نسكت ها شلون قاعد قوم قاعد عدل ويقول لك قاعد اوج وحش عدل عمي شنو هالشيء انتم ما عندكم احترامات صدق كذب ابو فطم قوم قاعد عدل خلينا نكمل السالفه عمي ابنه شرطي ودي ينفذ القانون وابنكم حرامي ديبوق وبيده سلاح شو تريد يسوي له انا من رخصه عمامي كان ولا حرام الكتله غير ال 150 مليون ما ناخذ عمي بعدنا لا جايبين لكم مي لا جايبين لكم شاي ايدي وخر ايدك وين قاعدين بخمس باع لا اريد شايكم ولا اريد مايكم فصلنا ناخذ يعني ناخذ شو الحكي هذا ما يصير ما له علاقه لا عمي لا ما جاي انا سولف ماكو يا عمي لا رحم الله والديك ممنونين رحم الله والديكم رخصه عمامي منو شايل جداحه لا عندي بس هيتر وشخاط خاب ما تجيبوا لي هذا هو هذا اصلا ما متربي شلون مربي ذاك من رخصة عمامي عندي سالفة من سوالف قبل لا هاي سالفتك مو من سوالف قبل هاي من الجوبة اي مو السالفة بيها رباط كان يا ما كان في قديم الزمان اي شريهان كملي اليوم بالغابة كان اكو اسد ومطي منو مطي احترم نفسك ناموا عليك حشا قدرك يا عباني نكمل سالفتنا ولا حد يقاطعني السالفة بيها رباط كان اكو اسد ومطي بالغابة اثنيناتهم جوعانين الأسد راح للمطي قال له برأيك وين نتغدى اليوم أبو فطم وين الرباط وين الرباط من أخذ الرباط أنا عن والدين يأخذ الرباط قاعد عمك قاعد عمك أقعد أبو فطم أقعد أقعد الرباط تطلعون يوم أقعد أبو فطم عوفة عوفة ما لك شغلة بي أقعد إيه كملي سالفة المطي وبعدين الصار المطي تعصب على الرباط وأهله قاعدوه وسكتوه أبو فطم انت بعد ما تحكي ولا كلمه خلينا نكمل عمي ما بيها مجال تنزلونا بعد ابد 150 مليون درهم احمر ما نوقع عملتوا ما تستحون شنو 150 مليون ليش ما تطلبوا 200 عندهم كم فلوس يا معود قاعد انت انطوهم خلي يستفادون انطيهم هاي الهم العالم الفقر الك الله يا فقير ايه عمي شنو ايه كمل بعدين الصار بسالفه المطي انا شعليه بالمطي انا من رخصه عمامي عم احنا ناس اصحاب حق اذا ما ناخذ حقنا منه انا ترى نسويها دم شلون حكي هذا عمي ما انت حرام سبنا بالواجب ده ينفذ القانون رخصه عمامي ايش قد الباسورد هنا شو تسوي بيه لا ادور بالجوجل سالفه بيها رباط انطوني لحظه لقيت السالفه عمي انتوا تتعاركون والجهال يلعبون برا ترى الفلوس وسخ دنيا والجفن ما بيجيهم هذا حسين الجسمي جاء
شان سمين وضعف ما اخذ شان شويا وين وداهن؟ انت تعرف وين وداهن؟ ايه طاني النبي الشعيل يا عمي سالفتكم محلولة الخاطر امامي والخاطر لوجوه الخيرة والخاطر هالوجه اخذوا 250 وحلوها يا ابو فطر يا 250 عمدي طلعوا عمكم طلعوا رخصتك ابو فطر رخصتك طلع عمي ودي هنا رحمة الله ما يصيرش بس ممنون غاتي ممنون تعبناكم بس عندي سؤال الجماعة داخل الشادر ايش دا يسوون عمي العشائر بخت مو ياه اللي بس عقال قال انا شيخ مو ياه اللي ملميت نفر قال انا عشيرة اللي يحكي يحكي حظ وبخت انت جايب سالفة باطلة ابننا شرطي وكتل ابنكم الحرامي وكان بالواجب بعدين تعال اقول لك انت شو عمرك ما طاخل 30 تحكي وعوامك الكبار ساكتين مبينين ما راضين عليك ترى شيخ العشيره رمز بعدك شيوخ محترمين بعدك شيوخ يعرفون الحق سالفتك جايبيها باطله روح شو تسوي